ولهذا نرجع للفكرة الأخيرة وهو أن الهدف الأخير وهو الرجوع إلى الديمقراطية، ومعناه أن هذه الديمقراطية تكون شفافة. الديمقراطية لكن الناس ينتخبوا على ناس لأن عندهم مشروع، عندهم برنامج، ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على مشروع معين. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين نتاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل، هذو اللي يكونوا يعني حقيقه مسلمين. الاسلام يواكب هذا التقدم. المجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كما هذه. هنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم والدين نتاع الاسلام